للرائحة قصص ترويها أرضنا، وللعطر في ثقافتنا ذاكرة يفوح عبيرها، فمن شمال المملكة حتى جنوبها، ومن شرقها حتى غربها، تزينت أرضنا بمختلف أنواع الأزهار، فنظمت من أزهار الكادي عقود تزين الرؤوس، وباقات تعطر المنازل، ومن مئات آلاف أشجار الفل في جازان لبست العروس تاجها، وتزين جيدها بعقود بيضاء. ولصنع المعمول الدوسري مزج مطحون العود ودهن العنبر وخشب الصندل، وتوارثته الأجيال تاريخاً وصنعه، واستخرج من الورد الطائفي طيب ينتشر شذاه محلياً وعالمياً. فعلى امتداد تاريخنا طوعنا ما تهبه الأرض لنا لنحكي بالعطر ذاكرة المكان.